عدن، لا يمر أسبوع إلا وتظهر قضية جديدة وضحايا جدد للحزام الأمني المدعوم من دولة الإمارات. تتسع دائرة الاحتجاج ويزداد زخمها، وقفات مستمرة للأهالي في جولة كالتكس، وأمام بيت وزير الداخلية، وأمام سجن بير أحمد، وأمام مبنى قيادة التحالف. تحولت بموجبها عدن إلى ساحة احتجاج كبرى ضد الانتهاكات التي يشرف عليها ضباط إماراتيون بحسب العديد من التقارير الحقوقية الدولية. في موازاة الحراك الشعبي، ثمة غياب كامل للحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ما يثير العديد من التساؤلات حول ذلك الغياب والتغييب لدى المواطن. استمرار الضغوط والتحركات الحقوقية أجبر إدارة سجن بير أحمد على تنفيذ بعض أوامر النيابة بالإفراج عن 11 معتقلاً كانت قد برأتهم قبل 6 أشهر، ولا يزال بعض الأبرياء خلف القضبان. نوفل محمد ونضال محمد معتقلان أفرج عنهما بعد أن فقدا قواهما العقلية جراء التعذيب. دخلا السجن بكامل قواهما الجسدية والعقلية وغادراه باختلالات عقلية. أنا ابن المفقود ياسر محمد قاسم الكلدي، نطالب بالكشف على مصير والدنا سواء كان حي أو ميت. فإذا كان حي فعليهم أن يجعلونا نتواصل معه، وإذا كان ميت يحضروا قدته وكرام الميت دفنه. هذا ابن المختطف ياسر الكلدي يطالب في وقفة للأهالي بالكشف عن مصير والده بعد ورود معلومات تفيد بوفاته تحت التعذيب. احنا في بلادنا ميليشيات عصابات إجرامية، نص الليل في أي وقت يختطفوا أولادنا بدون أي تهمة، يشلوهم ليش؟ ترفع الإمارات كلها من تحت رأسها، هي اللي زرعت الميليشيات وهي اللي زرعت العصابات وهي اللي زرعت فينا الخوف والرعب. مع توسع دائرة الاحتجاج وازدياد ضحايا الإمارات وأدواتها في عدن، يتلاشى حاجز الخوف ويرتفع صوت الأهالي لمستوى منادات القاتل باسمه.